الو، يا حبيبي. اولا الحمد لله على السلامه، وانت اضافه كبيره جدا لخط وسط الاهلي، وانا اسم بستمتع بيومي. لما بتفرج عليك. انا اسمي بيومي فؤاد لا، مبارك. ده عارفك، ده عارفك قبل ما تقول اسمك يا ربنا فنان، يخليك يا رب. ده عارفك وانا كمان طبعا. والله بحبك جدا على المستوى الشخصي حبيبي يعني. حبيبي يا حمدي، والله العظيم انا سعيد جدا، وانت فعلا اضافه، وكنا ربنا يخليك مستنيينك يا رب ترجع من الاصابه، والحمد لله ربنا لاعيدها تاني، وترجعوا يا رب بقوتكم بقى تاني عشان الاهلي يفضل في مكانه اللي احنا عارفينه. ان شاء الله، ان باذن شاء الله. الله باذن الله ان شاء يا الله. استاذنا يا فنان، منورنا في البيت الكبير كالعاده، ربنا يخليك والله منورنا دايما وبتشرفنا دايما. عايز اقول لك حبيبي. مبروك، مبروك على حاجات كتير، مبروك الدوري على الكوره والطايره الحمد لله رب، والطايره، فانجازات الحمد الحمد لله لله رب. كلها. بس اكيد طبعا احساسك برضو، عايز اخد احساسك كمشجع، مشجع. احساسك الحمد ايه ان لله، شاء الله الحمد لله الفتره رب اللي جايه؟ العالمين. احساسك ايه طبعا انجازات النادي الاهلي والدوري، وكمان بقى ناخد احساس الجماهير شويه من لقاء الوداد اللي جاي. شوف، انا لاول مره اتفرج على الاهلي من بعد ما ياخد الدوري على ماتشاته، لان انا بعتبر ان الماتشات دي هي تقنيه استعداد كلها للماتش اللي جاي. صح. فانا عايز اطمن، يعني دايما ما بحبش اتفرج ابدا كابتن هاري على ماتشات التحصيل حاصل دي. يعني حتى ماتش، لو حكيت لك انا ماتش مصر والسعوديه اللي في كاس العالم، من بعد ما السعوديه خرجت ومصر خرجت ما رحتوش. الوحيد اللي ما اهتمتش معايا التيكت صحيح. ان انا رحت الاستاد. ايوه. ما رحتوش، مش مهتم مين اللي يكسب، السعوديه او مصر، من منطلق خلاص انا كنت عاوز اوصل بقى للنهائيات زي ما بيتقال يعني. دلوقتي انا بتفرج على ماتشات الاهلي من منطلق ان كل مره فايلر بيغير الفرقه او بيلعب بتشكيل جديد او بينزل حد تاني او الكلام ده، اطمن باذن الله عشان ماتش الوداد. بتتفرج انك بتطمن، بتطمن على الفرقه يعني. بالظبط، عشان بطمن على الفرقه وبستمتع بقى، لان الاهلي من النوع ان لما يضمن النتيجه بيمتعنا. يلعب براحته بقى. بيمتعنا. توقعاتك لمباراه الوداد ايه بقى من خلال متابعتك للموسم ده كله يا استاذ بيومي؟ باذن الله ان شاء الله نعمل نتيجه ايجابيه هناك باذن الله، وباذن الله ان الماتش ده نخلصه ويبقى من الماتشات السهله والماتشات الجميله والماتشات القويه. يا رب. النادي الاهلي زي النجم الساحلي لما كان عندنا هنا. وانا عندي احساس ان الراجل فايق وان اللعيبه فايقه جدا واللعيبه مصره، وربنا يوفق يا رب، والنهائي يبقى مصري اصلا يعني. نتمنى كلنا طبعا ان يكون النادي الاهلي طرف في النهائي اكيد، والتمني الاكبر كمان ان الكاس ما تخرجش من مصر يعني. يعني وجود نادي الزمالك في النهائي ده شرف اولا للكره المصريه، يكون موجود طبعا نادي الزمالك، وتدي انطباع ان احنا بقت مصر كمان على المستوى الافريقي، لا ماشيين بشكل جيد جدا. فان شاء الله الاول اكيد بنتمنى التوفيق طبعا للنادي الاهلي يكون موجود في المباراه النهائيه ويحصل على الكاس اكيد ان شاء الله باذن الله. هو حاجه عظيمه جدا موافقه النادي الاهلي ووقوف جنب دوله او جنب صحيح. المملكه المغربيه تاجيل في الموضوع، في التاجيل والكلام ده شيء عظيم وشيء مشرف، مع ان زمان قوي الكابتن هاني اللي افتكر الرحلات ديت، احنا في 81 كان عندنا ماتش مع احد الفرق، كان بطل الجزائر ساعتها اعتقد مولوديه الجزائر، وطلبنا التاجيل عشان الاحداث اللي كانت حصلت بعد بكتر رئيس سابق السادات، رفضوا التاجيل فاضطرينا ان احنا ندخل البطوله يعني. تمام. ما بقولش ان احنا نعمل زي اي حد في الدنيا، ده كان موقف مشرف من النادي الاهلي عشان فيه ظروف كورونا والكلام ده وبتاع، مع ان ممكن جدا يكون بالنسبه لنا لو طلبنا ان احنا لا مش هنأجل او الكلام ده، نستغل فرصه ان هم عندهم كتير ناقصين في صفوفهم، لكن مش الاهلي ابدا يعني. استاذ بيومي، كلام حضرتك ده لما وانت بتفكرنا دلوقتي عن التأجيل فكرني برضو بالكلام الكتير اللي حصل حوالين التأجيل والمبالغه اللي حصلت في الموضوع، وقال لك تأجيل لا الغاء لا كذا. الاشاعات دي انا دايما كنت اسمع نجوم الفن اللي هو بيطلع عليهم دايما للاشاعات دي، وانتوا يعني وصلتوا يعني لمرحله خلاص ان انتوا يعني بقيتوا بقى ايه يعني بتتعاملوا بطريقه طبيعيه مع الموضوع ده. بحس ان عالم كره القدم والنادي الاهلي بالذات بيواجه النهارده كم اشاعات ومبالغات حواليه رهيبه جدا. تابعت بقى الجدل ده ازاي من اول ما قال لك لا ده اشمعنى اجل، لا ده كان قصده يلغي، لا ده مش عارف مين سافر وراح مين جه، انت كنت بتتابع ده ازاي وتاثيره على ناديك كان ازاي، كنت بتشوفه ازاي؟ التاثير على النادي احنا عارفين كويس قوي انها اشاعات، واللي عارفين الاهلي
نادي بقيمه ومبادئ وعارف هو بيتعامل ازاي. الحاجه الثانيه والمهمه جدا يعني انا بريح دماغي وبتصل بحبايبي في قناه الاهلي واقول لهم ما كنت ده حقيقي ولا مش حقيقي وتتاكد انت بنفسك. بتاكد بنفسي من الموضوع يعني. لكن عايز اقول لك يعني احنا من 3 4 اسابيع عقلوا فايلر مشي اصلا. فاكر؟ خلاص اصلا يعني طبعا مشي والكلام ده. ومش عارف ليه ما بيحرجوش يعني. يعني انا لما اطلع اشاعه او انا اقول خبر، بلاش اشاعه، اقول خبر ويطلع كذا يعني هتكسف واسكت بقى يعني. خلينا وانت متعود يعني. شايف ان ده في النهايه مش بيأثر على النادي الاهلي، في كل الاحوال بيتم التعامل معاه بشكل بروفيشنال جدا لانه قديم قوي. طب ونجمنا اللي بقى الموجود، وعلى فكره نجمنا برضو حمدي ايد الكلام ده، ان احنا يعني لعيبه النادي الاهلي ما بتبصش وراها ودايما مركزين. فكمان تقول ايه يعني حمدي فتحي، انت كمان شايف دوره ايه جوه النادي الاهلي؟ وخلي بالك كنا بنتكلم كمان مع الكابتن اسامه عرابي واتكلمنا مع بعض النجوم ان ريحه حمدي فتحي من ريحه النادي الاهلي، ان حمدي فتحي في شخصيه النادي الاهلي. بالظبط، لعيب راسي، لعيب عارف انت بيرجعنا للمعلمين بتوع خط النص. تمام، لعيب راسي ولعيب عارف كويس قوي لما بينزل يعمل ازاي. لعيب مميز جدا، لعيب كمان في فرق عندنا كده بنقولها في التمثيل يعني ما بين ممثل بيقول الكلام اللي بيجي له وممثل تاني كرييتيف خلاق يعني زي ما اتقال. فحمدي من النوع اللي بيخلق لنفسه الفرصه وبيخلق لغيره الفرصه. اولا ممكن بمجهود قليل قوي يعني بكتشف ان حمدي يمكن اقل الناس عرقا دي. مع انه بيعمل مجهود كبير بس تحس انه بيعمل مجهود كبير بس بيشغل مخه. ودائما وابدا المدرب الخواجه المدربين الاجانب بيحبوا اللعيب الذكي، لان ممكن لعيب تاني يبقى عنده مهاره عاليه جدا لكن انا اسف درجه ذكائه او درجه تصرفه يظلمه زي ما بيتقال. واكم ما لقينا ناس كتير عندنا كانوا حريفه جدا لكن درجه الذكاء بتاعته. هو في لعيب ممكن يعمل نص الجهد، يعمل تلتين الجهد بالظبط عن لعيب تاني بس يوصل بنفس الموضوع. فاحنا بنبقى محتاجين امثال حمدي فتحي عشان ذكائهم. طبعا هو لعيب ذكي، لعيب عارف هو بيعمل ازاي، لعيب المدرب يعرف يستغله في اكتر من مكان. انا بعتبره جوكر. الجوكر طبعا، عايزين نسال بقى الجوكر وندخله معانا في الحوار. جوكر انت مين على المستوى المثل الاعلى؟ كل لعيب عنده مثل اعلى كده، وانت صغير كنت بتعجب بمين او نفسك تكون مين على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي؟ لا في المستوى المحلي طبعا كان كابتن حسام غالي وكابتن محمد شوقي وكابتن حسام عاشور. كابتن حسام غالي، بعد محمد شوقي، وحسام عاشور. طب انت عامل ميكس حلو قوي. بتفرج عليهم على طول يعني، انا دايما بتفرج عليهم، لازم ماتشاتهم كنت قاعد بتفرج على الثلاثه يعني. يا فنان واخد وانت يا استاذ بيومي يعني الفنان زي ما بقول لك حمدي نقى 3 اسماء كل واحد فيهم ميزه يعني. حسام غالي بيبقى ليه ستايل معين وبيتكلم على شوقي ستايل مختلف، وكل واحد دور وكل واحد مختلف وطريقه لعبه مختلف بتاعت كل واحد عن التاني. صحيح، فهو عمل ميكس كده يعني على المستوى الدولي. بالظبط المستوى الدولي. لا الدولي اللي هو الدولي يعني مين على مستوى العالم يعني العالمي. كنت فتره بحب بوسكيتس جدا يعني. بوسكيتس ايوه، ما بقتش تحبه خلاص عارف. لا يعني الفتره اللي كانت برشلونه فيها كان برشلونه انت كاتالوني. طبعا يعني بعد ما طبعا برشلونه واللي بيحصل فيها وميسي. يا فنان انت كاتالوني ولا مدريدي؟ انا مدريدي. مدريد رد عليه بقى. رد عليه. لا طبعا يعني حمدي من النجوم الكبار اللي مشرفينا، وزي ما تقول يا فنان في ريحه النادي الاهلي وده مهم جدا، في شخصيه جد. النادي الاهلي يا رب ان شاء الله. وقلت ان هو ما خدش فتره طويله خالص ان الجماهير بدات تحبه، وده ما بتحصلش مع لعيبه كتير يعني. جدا انا بس عايز اقول لكابتن هاني للكابتن حمدي ويوصل الرساله دي لكل اللعيبه. اتفضل. الماتشات اللي جايه انزلوا استمتعوا، انزلوا انبسطوا، انزلوا استمتعوا، انزلوا انبسطوا، متعونا، خدوا بالكم من رجليكم، ابوس ايديكم.
خدوا بالكم من رجليكو. خدوا بالكم من رجليكو ابوس ايديكو. حلوه دي ستراب. اه دي لا ان شاء الله خير. وانا دي رساله مهمه منك يا استاذ ديوب. اه رد عليه بقى. رد عليه. ربنا يبعد عننا العين. انا بشكره طبعا، وانا على المستوى الشخصي انا بحبه جدا وبتفرج عليه على طول. ربنا يخليك حبيبي. ليا الشرف. وبتمنى له التوفيق يعني دايما ان شاء الله يعني. شكرا يا حبيبي. طب بقى حاجه في الريستورانت عندك؟ حاجه هجيب حمدي ونجيلك ان شاء الله. يا سلام، ده انتوا كوروني. انا مش هينفع ياكل الاكل اللي عنده استاذ بيومي اصلا. لا ينفع والله. ينفع بس ينفع ايه بس بعد ماتش. بعد ماتش ان شاء الله كده. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. نورتنا. نورتنا. نورتنا في صوتك. نورنا. شكرا يا فندم. شكرا ليك.